في الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أحبائي أهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة النهاردة حد ارفاع الصوم الكبير، ربنا يملى حياتكم استعداد ويقظة لمقابلة ربنا يسوع المسيح له كل المجد والعيش الحقيقة معاه. لكن خلينا نسأل يعني إيه رفاع؟ ممكن واحد يقول يوم الرفاع ده بقى يا ابونا هو اليوم اللي بناكل فيه لحوم كتير وأكلات طعمها حلو ولذيذ عشان نستعد لبداية الصوم. أصل خلاص يا ابونا هنبتدي 55 يوم صيام كاملين وكل سنة وأنتم طيب، فلازم الواحد يرم عظمه بأكلة حلوة. يا حبيبي ألف هنا وشفا، لكن خد بالك أنت فاهم الرفاع بطريقة مش سليمة. حقك عليا يا حبيبي، أنا ما قصدتش أبوظ عليك اللحمة والأكل اللي هتاكله، بس قصدت أنبهك إن مش ده قصد الكنيسة أبدا من إنها تخصص يوم تسميه الرفاع. عمر ما الكنيسة ما بتهتم بالأمور الجسدية بقصد التنعم والتلذذ، إنما اهتمام الكنيسة بالجسد بيكون عشان نمجد بيه المسيح ونقوته ونربيه. تقول لي طب يا ابونا يعني إيه رفاع بقى بقصد الكنيسة؟ أقول لك يا حبيبي، الرفاع معناه الترفع عن الشهوات الجسدية، يعني الزهد فيها. وطبعا أول الشهوات الجسدية دي هي شهوات البطن، لأنها أصل كل الشهوات وبداية كل الأوجاع. والكنيسة بتنبهنا وتعلمنا في يوم الرفاع إننا هنبتدي نصوم، فنخلي بالنا ونرفع عن بيوتنا الأكل الدسم والحيواني الفطار، يعني عشان نكون مستعدين للصوم اللي هنبتديه مع ربنا يسوع المسيح له كل المجد، مش اننا نكتر منها ونملى بطننا بيها فنتعب ونبتدي الصوم بدايه مليانه كسل ورخاوه. تقول لي يا ابونا احنا اشترينا اللحمه والفراخ وعشمانين ناكل اكله حلوه النهارده، هتحسسنا بالذنب ليه؟ بس هقول لك يا حبيبي بالف هنا، ما تحسوش بالذنب يا ابن الغالي وبنتي المحبوبه، لكن وانت بتاكل تخيل ان المسيح واقف مستنيك تخلص اكل عشان يتمشى معاك في فردوس الصوم الكبير اللي بينتهي باسبوع الامه الخلاصيه، فكل علشان تسد جوعك، لكن ما تتاخرش على المسيح وتخليه واقف كتير مستنيك. كل بس ما تقلش في الاكل عشان تعرف تمشي معاه. وانجيل القداس النهارده بيتكلم عن ثلاث امور اساسيه، وهي الصدقه والصلاه والصوم، لان دول عباره عن ثلاث اضلاع المثلث اللي هيستمر معاك طول ال 55 يوم، فهي دي اركان الحياه الروحيه. وكان ربنا يسوع عاوز يقول لنا في حد الرفاع، خدوا بالكم يا حبايبي، اهتموا بالروح وغذوها بالصدقه والصلاه والصوم. فلازم يا اولاد الغاليين وبنات القديسين نتدرب طول الصوم على التدريب الروحيه دي. اول تدريب الصدقه، حتى لو جنيه كل يوم، جنيه واحد بس او دولار واحد، جرب بايدك تقدمه في الخفاء لواحد من الغلبانين او في صندوق الكنيسه. واوعى الشيطان يحاربك انك ما يصحش تدي حاجه قليله كده لو انت مش معاك، لانك يا حبيبي بتقدم للمسيح والمسيح مش ممكن يستقل اللي بتديهوله ابدا، انما بالعكس هيفرح لانك بتتدرب على الصدقه. صدقني يا حبيبي، صدقيني يا بنتي، هتحس احساس عظيم ان ايدك اللي طول عمرها مفتوحه للمسيح وبتاخد منه البركات ابتدت تدي للمسيح ولو قليل من اللي بتاخده منه. تاني تدريب الصلاه. واحنا يا حبايبي بقالنا فتره كنا بنتعلم عن اول مرحله من مراحل الصلاه اللي هي مرحله التغصب، والصوم المقدس هو فتره عظيمه عشان نتدرب على التغصب ونغصب نفسنا بكل جديه على الصلاه، ونكون عارفين حروب المرحله ومنتبهين ليها، زي ما شرحنا قبل كده اننا هنتحارب حروب الجسد اللي هي الكسل وبنقومها بالتدرج، اننا نبتدي قليل قليل، وحروب النفس اننا بنصلي من غير مشاعر ودي بنقومها بالادراك، فالمشاعر في البدايه مش مطلوبه انما المهم ادراك اننا محتاجين للصلاه، وحروب الروح وهي الياس وبنقومها بالرجاء والصراخ المستمر لربنا يسوع والثقه في الغفران. تالت تدريب يا حبايبي هو الصوم، وطبعا يا حبايبي الكنيسه كلها بتكون صايمه واحنا كمان، ولازم نصوم، نصوم صوم الاكل والفكر والقلب. وصوم الاكل ترتبه مع اب اعترافك يا حبيبي، وصوم الفكر تصومه بانك تمنع فكرك عن امور العالم الباطل الفاني، بانك تقعد مع نفسك في صمت وتقرا كتب روحيه، تقرا قصص قديسين، تقول ترنيمه روحيه عشان فكرك يكون فكر المسيح. وصوم القلب انك تمنع عن قلبك كل محبه ضد محبه المسيح، فتملى قلبك بالمسيح وبس، وكل حد بتحبه او حاجة بتحبها تكون محبتك ليها نبعة من محبتك المسيح مش باي هدف تاني. يعني يا حبيبي لو بتحب خطيبتك يبقى بتحبها في المسيح، مش بتشتهي جسدها او نظرتك للزواج منها تبقى نظرة عالمية شهوانية، انما تحب خطيبتك لان المحبة المقدسة هي من الرب يسوع وتفرح قلب ربنا يسوع له كل المجد. ولو بتحب شغلك او دراستك يبقى تحبهم عشان تمجد بيهم اسم الله اللي سمح ليك بيهم كوزنات تتاجر بيها وتربح بيها.
وبنعمة ربنا هنبدأ مع بعض خطة في قراءة الكتاب المقدس خلال فترة الصوم. ولو محتاج سؤال أو عندك استفسار ممكن ترسل لنا على الإيميل أو الواتساب اللي ظاهرين على الشاشة. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح المقدس ويمتعكم بعشرته الحلوة طول فترة الصوم والأبد. أشوفكم الحد اللي جاي. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحل في قلوبكم بالمسيح يسوع ربنا. ربنا يفرح قلوبكم.